هو كان من الواجب عليا ان اقول لك اللي بتهزيه ده عيب وحرام يعني، بس ما خلاص خلاص هو بقى في حاجه تتهز، ما خلاص يا عيني ضاع اتمسحوا. طبعا لازم بعد السحور ناكل خس عشان ريقنا بينشف، نبقى عاوزين نشرب ميه. ايه واحنا ارانب ولا ما ماشي؟ الخاص اللي ما بحبوش. هتاكلوا معايا؟ ايه هتاكلوا معايا؟ ده ناكل زباله، زباله الزباله كمان عشان خاطرك ولا؟ بس انا خايف يطلع لك الزيتون. ايه ده بقى ان شاء الله؟ قلت لك هو ده بقى اللي انا كنت خايف منه. يعني انتوا بقى عايزين تكسروا سناني ولا ايه بالظبط؟ فين وزاره الخاص يا جدعان ووزاره الزيتون؟ بجد كده بقت حاجه اوفر اوي. روق روق ابو قلب خصايه انت، روق مهما نقول محدش بيسمعنا. زيتونه امشي امشي. كل يوم اتقل في السحور احلم احلام غريبه ان حاجات كتير بتجري ورا. انا بحلم بقى اللي انتوا اللي بتجري ورايا. ام احمد اللي منها لله يا رب انتقم منها، يا رب تعضني. تدعي عليا يا كريم يا اللي تتشك في عينك. انا بدعي لك، انت اللي فهمتي غلط خالص يا ام احمد خالص. وايه تتشك في عيني دي؟ مش كانت تتشك في بطنك؟ هي الطلاق بالثلاثه، حتى لو انت فاكر نفسك مين او انت فاكر نفسك العفريت، انا الشيطان ذات نفسي. ابليس كنت شاكك، كنت مع اني كنت متاكد. اقسم بايات الله. ما تقسميش بقى لا تتحرق. هقرا عليك القران احرق. اللي يزعل ويلغي المتابعه بابين مش باب واحد. وهي واثقه من نفسها. بس كمان دي فترة عيال صغيرة دي ولا ده في عيلين لوحديهم محشورين ورا. كلمي نفسك، ما تقارناش بالستات، المهم احنا مش لاقي عليك. انا وحبيبي العيد. قول قول عمرو جاب الغلابة ده ولا ايه؟ يا سلام طول شوية على الصحبة دي شوية. اللي احنا فيه ابو اللي وصلنا له، ما تدعي لي يا ام احمد. يا كريم يا اللي تتشك في عينك. الله يكرمك يا ام احمد، الله بتحبني قوي. الناس اللي بصه في حياتنا اهي، الناس اللي بصه في حياتنا اهي، الناس اللي بصه في حياتنا اهي. تعبتوا؟ بيشبهني بالراجل اللي كان طالع مع احمد ادم، كان بيقول له ما تعصبنيش. مدير جوزي في الشغل قال له هناخد مراتك ساعتين بس. وهيعملوا بك ايه الساعتين دول؟ دي حاجه تقلق. وما تعترضش عن اللي هنعمله فيها في الساعتين دول. هيخلوكوا تسالي المكاتب كلها. كل مش بقول لك حاجه تقلق. وهتاخد كل الفلوس اللي انت عايزها. بيغريه بيغريه ده كده في غسيل سجاد كمان يا هانم، وانت مش واخده بالك في الموضوع. مش بقول لك حاجه تقلق. وفعلا انا رحت معاه. ايه؟ انا رحت معاه. مالك بتقولي كده ليه؟ كده ايديك بشت من الغسيل ولا؟ اوعي تقوليها، اوعي اعيط، دمعتي قريبه انا. انا رحت معاه. يبقى بشت، بشت من غسيل السجاد. ده هيعرف يقول بقي دي في التحالات ويكتبها. هترد عليه ايه يا اختي؟ هرد عليه خالص. خالص، هو حتى شروط تعجيزيه ده لو داخل يتكلم السلعاوي مش هيقول له كده. برو منين يعني؟ ما الصوت ده بيطلع من كذا حته، انت عايز ايه؟ مش بقي، لا بقي. هستناكم تكتبوها بالتعب. امشي امشي ارمي نفسك. سخص اسفخت على الرجاله. ايه يا ام حس؟ ايه يا ادم بتضحك كده ليه؟ ضحكش الفرحه فرحتين. اتصالحت انا وفواتي وجات لي صفقه عبايات موت. الولد منتهي يا فؤاد. منتهي. جات لي يا ماما. وريني يا حبيبتي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده ما صارتش جايبه شوكولاتات يا اخوات. لبلد وحياه المصحف الشريف في البلد دي ماسيه ببركه ربنا، مش حد تاني خالص. العبايات بقت كتير قوي في الشوارع واحنا من مصايمين طول النهار. انتوا كده بتضيعوا صيامنا. واظن ان جه الوقت اللي احنا لازم نقول لا. او اه يعني انا بحب العبايات قوي. بالشورت مش لو عايزين بالشورت انا موافق. صح صيامنا. مليها يمين شمال. الدنيا باظت. تهويه مركزيه. احنا عملنا لك الشلاشيب كمان فوق. شلاشيب فوق تحت حتى ورا. شلاشيب. تهويه خالص. هنلف بالوشه. نفترض ان كل حاجه متداريه. بس هي كل حاجه باينه. كل حاجه باينه. كده وكده خلاص. خلاص فعلا. وده بتدفع فيه فلوس. ممكن حد يروح يشتريه. اصلا انا شايف اللي هو ملوش لازمه. يا مالطه احسن. سلام سلام. راعي شعور السناجل. اتقل. في حاجة يا شيخ؟ في حاجة ولا حاجة؟ ارجع. السلام عمل عمايله ولا صلى يا شيخ؟ صلي واذكر ربنا كده على ما مرفع يضرب. بلعب مع واحدة عايزاني اقطع دراعي واحطه في حاجة بس مش عارفة ايه هي الحاجة دي. حاولي تفتكري. دوسوا على صورتي وشوفوا ايه اللي انا بيحصل فيا في اللايف. انا لو دوست هخش ابقى ضدك عشان اشوفك هتحطي دراعك فين. مش عايزة اقطع دراعي ارجوكم. يبقى مش داخلين. مش داخلين. يا ترى هتحطه فين دي لو قطعتي؟ فتى احلامي. مين؟ فتى احلامي. انت ايه ياسمين صبري؟ لازم يكون راجل. ده يجوز باين ولا عادي؟ انت الدنيا عندكم والدنيا مليطه الرجاله بتتجوز بعض. اصل انا حاسس ان هو احساس مقرف. مش خايف. بلاش الشرط ده. نمشي الدنيا مواضيع ما نعقدهاش. هو لازم يبقى خايف. وانا اديله عينيا كلها. هيعمل بيهم ايه؟ ده يكب دمه عليه. لو طلع خاين زي اللي قبله على الطلاق ما ارحمه حتى لو امي. تهريج تفافه، يعني انت حاول تخون بس تبقى صايع ما تقطعش عليك عشان التفافه بتيجي علينا. دبدوب الباندا عمل معايا اللي جوزي ما عرفش يعمل. نشر الغسيل يعني ولا بنت؟ انا ضميري وحش بعيد عني. ما تقول لنا قصيده يا سيدي، قول لنا 200 شعر كده على الماشي. حبيبتي بعد ما سبتيني
جبت مكنه الصين. الله الله، جبران خليل جبران ده واحمد بيه شوقي. انا مش زعلان بعديك ولا في دموعي في عينيا. تفكر نفسك طريه؟ ده انت مقلبيه. الله، ده اجمل مقيله في الحب ده ولا ايه؟ كده وش متقول، انتوا عارفين الفنانين بيبقوا عندهم ربع كده، وده مش اي فنان، ده شاعر بقى. هل حمدت ربك اليوم ام تنتظر حتى تعطس؟ هتسو؟ نعم. هتسو؟ هتسو. الحمد لله. كن فهمني؟ كيف فهمك بعد هتسو؟ احمد ربنا ولا احمد ربنا، لازم تعطس وتقول هتسو. هتسو؟ امشي امشي. طلب العميل لما ربنا يكرمني بموظف متخلف ويقفل الدرج بقفل وياخد المفتاح ويمشي. الاستاذه اسماء المتخلفه اللي خبره 14 سنه معايا قفلت الدرج بالقفل ومشيت. انا هوريكم دلوقتي بقى اللي هي عاملاه ازاي تحافظ على اسرار الشغل. هو ده الاب اللي انا شايل فيه فلوسي وده باتري وكل حاجه. الله يبارك لك يا اسماء. ما شاء الله عليك يا اسماء، نبيها انت لازم تترقى. معانا طبق كشري اليوم يا حبايبي عندي هون الهون الهون هون، ومعاها واحدتين لفت من هون. احنا لايك واحنا بسم الله. دول العيال بس بتقدم محتوى، وادينا برضو بنتعلم في نفس ذات الوقت منها طريقه الاتيكيت في الاكل زي الاستاذه امينه الشلبايه كده. احنا لايك واحنا بسم الله. حتى انت لو خدت بالك هتلاقيها بتقول لك اكسبلور مش اكسبلور عادي، تحس انها بتدخلك الانجليزي في الفرنساوي. شلبايه شلبايه، قوم يا كريم قوم يا كريم بسرعه. ام احمد الحكومه جايه تاخدني ولا جبت لك اساس العفريت اللي لبس خطاب؟ وطلع منين الواد العفريت ده؟ ده نفسه حلو قوي. مسلسل المداد تيلي وتيلي، عشان كده طول النهار عماله تقول لي شاهيناس حامل شاهيناس حامل، وانا اقول ما تحمل يعني، ما كل الستات بتحمل، هتلاقيها بتحضر عفريت عشان كده اتلبست وهي جعانه. على الله خلصنا منها. قوم قوم شوف عامله ايه في نفسيه. قوم فين بس، انا بخاف اشوفها اصلا وهي على طبيعتها، اشوفها يا ملبوسه. عايزه السنه دي تطلع مع المداح ما عرفتش فلبسها المداح وهو قاعد مرتاح. مرتاح هو واحنا اللي نتقرف، كل واحد يلبس وش ويطلع يقول لي شاهيناس حامل شاهيناس حامل. والله كرهتوني في المسلسل. ناو 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 نو 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 او معلش الحته الاخيره تاني او دي القفله. يا ريت قد بركت عليك وانت صغير. وايه الخبر اللي طالع من دماغك؟ ودي رقصه بالريموت دي ولا حبايب قلبي؟ خش في الموضوع، يلا بينا نحضر السحور مع بعض. ما تحضري لوحدك، ده انا امي ما بحضروش معاها. بتغرينا انت كده يعني ولا بلاش قرف بقى. جدع واللي خلقك وخلقني انا بخاف اكلم بنت لا تموت من الفرح. يا راجل باين باين على وشك والله. مامي يا مامي. نعم يا ادم. هو انت عامله كل الكميه دي لينا؟ ربنا يخليك يا مامي. بصراحه يعني من غير زعل يعني يا ادم، انا مش عاملها ليكوا، انا عاملها الاسره بتقصول. عملت الصح، بابا راجل البيت لازم يتغذى الاول. دلوقتي جت فقره ايه اللي هتغني يا منى؟ كنت مرتاح قبل ما اشوفك وما كانش فيك جراح. احنا والله منى واحنا كنا مرتاحين قبل ما نشوفك يا منى ونشوف التيك توك كمان. كنت خلاص يا منى قلبك ابيض البابا، لا كنت عايش بلا كنت نيلة. انت عايز تتعشى هات من الاخر يا منى، خدوه على الشوق. على فكرة بقى انت اللي مفترية، مفيش راجل مش رومانسي ولا حنين ولا كيوت ولا طيوب، انت اللي غلطانة، انت بس اللي مفكرتيش ومجاش على بالك انك تدخلي له من اكونت تاني، بس يعني الغلط عندك انت. دي تنمية نسوانية، حاجة كده زي التنمية البشرية والكلام ده. يا حبايب قلبي جدو تعالوا نضحك شوية، يلا بينا. يلا جدو يلا، ده انت جيت في وقتك وده انا قاعد مخنوق قوي. بيقول لك ايه؟ مرة واحد مسافر اتصل بمراته قال لها يا حبيبتي يا روح قلبي يا نينا من جوه، قالت له قول لي يا حبيبي عاوز ايه؟ قال لها ابعت لي سابتك بسرعة صورتك. قالت له بجد؟ بجد يا حبيبي؟ انت بقالك كتير ما بتسألش فيا يا روح قلبي، مش مصدقة نفسي. ابعت لي ابعت يا بنت الصورة بسرعة. انت انا وحشتك؟ قال لها لا يا بنت. بعتت له الصورة ولا لا يا بنت؟ قالت له قالت له إيه ليه يا حبيبي؟ لا يا بنت ليه؟ قال لها انا نفسي نفسي مفتوحة فقلت ادور على حاجة تسد نفسي. وحش صح؟ مش القصد والله جدو يعني، بس انا مش عارف اجيبها لك ازاي، انا ما فهمتش منك حاجة اصلا من اللي انت قلته. وايه كل اللي انت قلته دي نكتة ولا قصة حياتك؟ ما انا عارف ان مفيش فيك حد محترم، بصدقكوا ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خير اللهم كانوا خير، خير اللهم كانوا خير يا رب. يا حبيبي اوسكار. ايه كابوس؟ حلمت ان اوسكار اتجوز عليكي ولا هتقولي السلعاوي عشان زهقت؟ الحمراء ماي بلين، هاي الحمراء.
اللوني بتشي خطير. رقمها 965. ركبت رموش وجيتشن. هذا هو اللوك النهائي. ايش رايكم؟ تقدرين هنا تخلين جلتر لمعات زايدين الاضاءة. بعد كلمة بكيفها. ده كده عظمة قوي. ده كده عظمة قوي. سلام.